مرحبا مواليد برج السرطان، كيف بده يكون شهر نيسان أبريل 2023؟ هذا الشهر أنا بعتبره شهر مفصلي، مش بس على مواليد برج السرطان، على كثير من المواليد بسبب عدة أمور. أهم هذه الأمور أنه في عنا كسوف للشمس في برج الحمل بتاريخ 20. في كثير من الأمور اللي معقولة تتغير، عم بحكي شوي توقعات عالمية، يمكن تتغير شوي على الكرة الأرضية، لكن خلونا نركز هلأ على مواليد برج السرطان. سرطان. الحدث المهم غير كسوف الشمس هو وجود كوكب المريخ ببرجكم، فبدنا ننتبه، وهلأ بذكر على مين عم بيأثر. إذا شهر نيسان أبريل شو بيحمل؟ مثل العادي أنا بقسم الشهر إلى جزئين، الجزء الأول من تاريخ 1 حتى تاريخ 20 منتصف النهار توقيت العالمي. فترة وجود الشمس في برج الحمل هي يلي بتعطيني الجزء الأول. وجود الشمس في برج الحمل يعني النقطة الأعلى عندكم دائرة الفلكية، يعني أنتم موجودين تحت ظروف صعبة أو ظروف مهمة، فبالتالي التقصير ممنوع، واحتمال أن أنتم تكونوا تحت المشهر لسبب أو لآخر، يمكن لاختباركم، يمكن بسبب حصول حدث مهم بحياتكم، مش بالضرورة يكون سلبي، يمكن يكون إيجابي، مثل تحول كتير بشغلكم، انتقال إلى مكان آخر، أو اختبار لألكم كتير كبير بيأثر أو بيقرر مسار مهم. إذا أنتم جاهزين بيمشي الحال. بتاريخ 6 في عنا فول مون في برج الميزان، فول مون برج الميزان يعني عنا معاكسة بين القمر والشمس وانتو بالنص، مع احتمال انه يكون في عندكم شوية تعب خلال هذه الفترة. هيدا الفول مون هو فول مون لتحدي معين، هو قمر بتحديكم، يمكن تحسوا بلحظة ما انكم عاطفيين زيادة عن اللزوم حوالي هذا الفول مون، من عدا شيء انتم موجودين تحت الأضواء من 1 لـ20، فبتجي هذا التاريخ 5 6 7 يمكن تحسوا حالكم شوي مزعوجين متضايقين، ويمكن حتى تكونوا بتبكوا بسهولة أو بتنزعجوا بسهولة أو بتنفعلوا بسهولة، فكونوا منتبهين. بقية الظروف أنا بعتبرها جيدة، بيمشي حالكم، لما أنتوا بتركزوا على شغلكم بتختاروا الأيام الأكثر حظاً رح يمشي حالكم. فقط انتبهوا تأثيرات كوكب المريخ من أول شهر لآخره، كوكب المريخ بضل وراكم يم يم يم. أنا بذكر كل يوم على مين عم بيأثر، بتتابعوني يومياً وبتعرفوا، أو حتى أسبوعياً، يومياً تعرفوا كل يوم وين وين وين، تنتبهوا بسواقة بالشغل بالكلام بالتصرف وبأمور صحية. الزهرة جيد، عم بيحمل بعض المساعدات لألكم. عطارد بالجزء الثاني رح احكي عنه بيحمل بعض التأخيرات. هلأ الجزء الثاني في عنا نحن على الحفة بين الجزء الأول والجزء الثاني بتاريخ 20 في عنا كسوف للشمس في برج الحمل البيت العاشر. البيت العاشر رح اخده حتى ولو على الحفة، هو في برج الحمل. البيت العاشر تاريخ 20 19 20 و21 لمواليد برج السرطان مع وجود المريخ ببرجكم، قد يجعل هذا التاريخ او هذا الكسوف مهم، مؤشر على مسألة ما معينة، ضروري الاهتمام بالصحة، ضروري الاهتمام بالعمل، ضروري نكون نضاف، ضروري نكون هادين لحتى يقطع هذا الكسوف بهدوء وما يأثر أبدا على كياننا النفسي المعنوي العاطفي. أمور خارجية منا نحن تحت سيطرتنا، ما فينا نعمل شيء من شانا، لكن بنقدر نساعد، نساعد أهلنا، لأنه البيت العاشر هو الأهل، وهو أيضا كل شيء من حولنا. الشغل بدنا نشتغله بطريقة جيدة لحتى ما نتأثر في هذا الكسوف. كسوف اسم على مسمى، هو كسوف، فبدنا ننتبه من هذه المسألة. بالنسبة للجزء الثاني بتخف الضغوط بشكل كتير كبير ابتداء من منتصف يوم تاريخ 20. الشمس بتصير ببرج الأصدقاء والمساعدة، بتتنفسوا الصعداء، لكن في عنا كوكب عطارد في حالة تراجع وقد يحمل بعض التأخير، لكن انتم ما عادت فرقانة معكم، المهم انه قطعنا الجزء الأول بهدوء وبروى. مواليد اللي عندها لازم تنتبه من كوكب المريخ 24 حزيران يونيو حتى 11 تموز يوليو، يوميا أنا بالأبراج اليومية بذكر على مين عم بيأثر. كوكب زحل بيعطي تأثيرات رائعة لمواليد 24 ل 28 حزيران يونيو. خلونا نشوف الأيام الأكثر حظا. بالنسبة للأيام الأكثر حظا فيها تكون تاريخ 7 8 9
منتصف النهار توقيت عالمي، تاريخ 16/17 ممتاز، تاريخ 25/26 كمان ممتاز. بالنسبة للأيام الأقل حظا فيكون تاريخ 5/6، هيدا تقريبا بسبب تأثيرات الفول مون. عندنا تاريخ مزعج هو 12/13، عندنا تاريخ مزعج 18/19، وعندنا جو فارغ من الحظوظ بتاريخ 20 عفوا بتاريخ 22 الساعة 10:15 صباحا عالمي، تاريخ 23، تاريخ 24 حتى 7 المساء توقيت عالمي. هذه هي كانت الأبراج الشهرية، بتمنى لكم وقت جيد ومثمر. تابعوني بالأبراج اليومية والأسبوعية للمزيد من التفاصيل. باي باي.